من 8000 امبارح. هلا كله منحصر. بونجور. هاي. ماشي الحال؟ نعم. هون في شمس. زحتها هيك. بتعرفي بعدين بده يمرقوا ويروحوا ويجوا حتى ما يكون واقف درب حدا. خليني اقطع لك. القهوة هونيك. ما بنشرب قهوة. ما عم اقول لك تشرب قهوة، تفضل لهونيك. القهوة هونيك. القهوة هونيك. ايه ماشي هلا إذا بدي شي مسقع. بعد شوي لا هلا مش هيك مؤسسه السوسن لو سمحت في عندك القهوه هونيك لو سمحت اخبري شو اوكي انا لانه امبارح كنا نلعب ترنيم جاييني ناس قد ايه غلبتك امبارح اخذ منك 8000 ليره 8000 ولا ما بتحكوا عربي بلا انا لبناني موجود هلا لا ما في موجود اذا بتريدوا هلا خليكي قلقانين بعجقه وكل نهار وهموم ايش رايك قول لا حرب شو خص القهوة يا عم؟ لكم مكتب خلصنا بقى زيحوا يلا حنزيح بس بدنا يكملوا اسم بدني هيدا دقوا منزل بس دقوا فل ما بدنا اياها تعصيب لا بالنهاية لا إذا ما بنزعجك شو اللي عندي بوجه المكتب؟ إذا عم بزعجك بتقولي لي شو عم بتزعجني شو قلة الذوق؟ شو مفكرين أنتم مفتوحة على ببعت ولا البوليس؟ لا 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 بليز إذا بتريدوا تفضلوا شوف ما توافزيني الله معكم أوف أنا عم ضايقة يمكن أيوة شوف بنت ست انا باكل ترنب لك انت ترنب يا زلمه خسرت امبارح حتى تعصب الله تبعي اوبس مدام الله يخليك ام من هون عم بتشرطي راح الدق امبارح خسرانين واليوم ما بدنا نخسر انا اذا مش راكب المود تبعي ما بعرف العب قهوه هون على اليمين ما بشرب قهوه يا مدام اذا بدك مي ناخذ مي بتاخذ مي؟ مي ناخذ وحده مي ما زعلت انه ليك ما عم نلعب ورق شيلوا الورق من هون تفضلوا زيحوا الكاسه الطاوله من هون اذا طيب يا خيي هلا وقعوا زحلم تكرم عينك تكرم عينك اوكي مش شايفين مكتب محترم تكرم عينك ما توخزينا ما توخزينا ما توخزينا عاد لخبرك شو عاد صار معي انا عاد ميرسي ميرسي انا بجلس هو اللي صار انت ما عرفت تتحكم بالوضع حط فحمه اوبس ما عرفت تتحكم بالوضع شيلها تحكمت وخلصت نعم يا عمي نعم على المكتب لو سمحتوا زيحوا عم اقول لك القهوه هونيك مش عندي ها اهلا وسهلا شو رح شو عم تعملوا هون عندي عم نرجي ارجل شو على مدخل قلت لنا ما فينا نقعد نلعب ورا ما لعبنا ورا معكم دقيقه ببعت ورا طب لا ورق فينا ولا ارجيله فينا طب نحن ما نتسلى يا عم يا قلبي شو عم تقولوا انتوا قلت الاخلاق هيدي شو عم نعمل غلط ما عم بعرف شو عم نسرق او شو عم نعمل عايشين الارجيله انا هيك بكون مشي لا الله خليك انا اللي بدق بالارجيله بجيب مشيرين مختلفين جيبين حمد ونعنع حمد حمد ونعنع اذا ليك انا عملكم اذا بتريدوا بعد شوي حاصير مشكل انا وياكم اذا بتريدوا تفضل لهونيك ما تفكرني انا لا شايفيني مرة يعني مكتب هون مين بيسترجي يطلع فيك اذا بعد مره تغلبني بالترنيم يلا حقيك اسمعوا بدك انت اخذت 8000 من امبارح انت امبارح اخذت مني 8000 ما بندم لا بدي اندم نعم هلا بلا مشاكلكم وفد مصري وصل لعندي بعد ثانيه شيل روح شيله تفضل طب ليه عم تدفشيني ما تخليني اجيب لك تدفشيني عم دفشك انا اعمل لك خلي رد لي 8000 بوقف طول بالك يا خي خلص ها يا خي ما تعصبني يلا نحن جايين نتصالح عندك لان اختلفنا بيت ما بدنا نزعلك والله ما بدنا نزعلك جاي وصل الوفد وينه مدام سوسن ومثل ما وعدك كميل وفي بوعدك